أنا أحد السجناء السياسيين في سجن جو المركزي من ذوي الأمراض المزمنة، حيث أعاني من مرض السكر، فبسبب الإهمال المتعمر من إدارة السجن في إعطائي حقي الكامل في العلاج، فإن حياتي وحياة العديد من الممثلين معرضة للخطر، حيث يتم إجبارنا على أخذ جرعات خلاف الوصفة الطبية من مادة الأنسولين المنظمة للسكر، حيث يتم الاكتفاء بإعطائنا جرعتين في اليوم وبشكل غير منظم مع الوجبات الغذائية. من المفترض أن نأخذ 3 جرعات قبل الوجبات الثلاث الرئيسية. عدم الانتظام في الجرعات يؤدي إلى عدم استقرار السكر، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية من التشنجات وحالات الأغماء في حالة هبوط السكر، وفي حالة ارتفاع السكر يؤدي مضاعفات على أعضاء الجسم الحيوية. وقد تصادف يوم الخميس الماضي بتاريخ 13/2/2020 حضور مدير السجن الجديد الرائد هشام الزياني ومجموعة ضباط مرافقين له لمبنى 13 أثناء تقديم جرعات الأنسولين لنا. عندما حاولنا الكلام معه للشكوى من سوء وضعنا الصحي، حيث بادر هو بالصراخ علينا وسبب خروجنا خارج الزنزانة، وقام بوصفي بالقبيح أمام مسمع الجميع، وهذه أعتبرها إساءة لفظية وإهانة في حقي. بالرغم من ذلك لم أستطع الرد عليه، ولكني سوف أشكوه عبر جميع الطرق المتاحة إلي القانونية. يا مدير السجن، القبيح هو أسلوبك الفظ في التعامل مع السجناء منذ استلامك إدارة السجن. القبيح هي السياسة الممنهجة التي تنتهجها إدارتك في استخدام عقابك النفسي والجسدي بحق السجناء، لا سيما أسلوب عقابك الجماعي. القبيح هو تردي أوضاعنا الصحية بسبب إهمال توفير الرعاية الصحية من قبل إدارتكم. القبيح هو أن البحرين تعد بلدا متسامحا، وإدارتكم لا تزال تحرمنا من إقامة الشعائر الدينية في السجن عبر مصادر الكتب الدينية وتقييد أدائها. وأخيرا، القبيح أن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومراقبتها أمثال المؤسسة الوطنية وأمانة التظلمات لن تحرك ساكنا بعد هذه الإهانة التي تعرضت لها. حامد جعفر محمد المحفوظ، سجن جو المركزي، تاريخ 14/2/2020.